يعني الخوف متفقين بقى على كابتن احمد حسام ميدو اللي عند الزملكاويه عالمي، ان لما الزملكاويه يسمعوا الراي ده يتحرق زي ما قال فارس. نشوف فيديو كابتن احمد حسام ميدو مع الكابتن ابراهيم حسن. لازم الناس جوه نادي الزمالك، وده قلته وفي ناس زعلت مني، لكن انا فعلا مؤمن بكده وهفضل اقول كده لغايه ما باذن الله هيجي يوم، لغايه ما باذن الله هيجي يوم ان انا هغير ده بايدي. ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. الله ينور عليك، صدقني الله ينور. وعلى فكره هتطلع تقول كده، ومش بقول ان انت تعترف ان الزمالك مش مظلوم، خليها بينك وبين نفسك عشان ما تديش الاحساس للعيب بتاعك يبقى عايش على دي. بالظبط، ما انت هتخلي العيب ايه؟ اصل انا اتظلمت. احنا هسخن الجميع. لا بالعكس، انا حتى لو اتظلمت ما انت تقدر تكسب 2 و3 و4. ما هو ده اللي انا بقوله، لان انت نادي كبير. انا نفسي، ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه، دي نمره واحد. نمره اتنين، طول ما انت بتفكر بنفكر بالشكل ده، خلينا نقول انا كراجل زملكاوي، احنا عمرنا ما هناخد خطوه لقدام. صح، احنا لازم كنادي الزمالك نفكر ايه المشاكل الحقيقيه اللي عندنا. اقول لك بكل صراحه، مالهاش اي لازمه ولا اي داعي ان انا دلوقتي اتكلم اقول ايه ان لقب النادي الافريقي خلاص ماتت. الزمالك الناس تبطل قصه نغمه الظلم والمؤامره، وان انا مظلوم وان انا كذا وبتاع. على فكره، لان اسهل حاجه ان انا اطلع اول واحد زملكاوي، اول واحد متربي في نادي الزمالك وزملكاوي يقول النقطه دي. كابتن ابراهيم حسن متفاجئ من راي الكابتن احمد حسام ميدو اللي ممكن يتغير في اي وقت من الاوقات، لكن دي لحظات الكابتن احمد حسام ميدو بيقول فيها عايزين نبطل ادعاء المظلوميه، عايزين نبطل جو نظريه المؤامره، وتصريحات كتير جدا جدا جدا. اعتقد تصريحات مثل تصريحات كابتن بشير التبعي هي الافيد لجماهير النادي الاهلي، الاضر لجماهير نادي الزمالك، لانها بتضللهم عن المشكله الحقيقيه، وده اللي بيعطلهم عن فكره منافسه النادي الاهلي او محاوله منافسه النادي الاهلي، لان 42 دوري بعيد جدا عن اقرب منافسيه، فبالتالي ما اقدرش اقول ان في منافسه مباشره، ولكن هي محاوله للمنافسه. شبه منافسة. نطلع فاصل، اوعوا تروحوا في اي حته وانتظرونا عشان عندنا فقره قويه جدا بعد الفاصل.